اتمنى ان شاء الله تكون مستوى الافلام على نفس مستوى تاريخ مصر الفني، وان شاء الله نشوف حاجه محترمه وقويه ولائقه زي كل الدورات يعني. واتمنى التوفيق دايما للمهرجان في الدوره ال 38 وما بعد ان شاء الله. عندي مسلسل ان شاء الله لرمضان اللي جاي، انا وقعت العقد بتاعه مع شركه فنون مصر، شركه مهمه من احد اعمال الدراما في مصر. مسلسل تأليف الأستاذ بشير الديك العظيم والأستاذ وائل حمدي اللي كتب راس الغول السنة اللي فاتت، أحد النجاحات المهمة في حياتي يعني والمحطات المهمة جدا، وإخراج الأستاذ خيري بشارة، فمجموعة أسماء كبيرة ومهمة مع بعض مع وجود شركة قوية ومحترمة. يا رب إن شاء الله يوفروا المناخ المميز لأن احنا نعمل مسلسل كبير ومهم.